تحياتي لكل اخواتي واخواتي الاهلاويه في كل مكان، يا رب تكونوا بصحه وبسعاده وفي امان. اسلام الشاطر بيخرج عن صمته على قناه النادي الاهلي وبيفتح النار على حكام الاحتواء بتوع بروتوكول عصام هناء اللي ما صدقوا كلاتنبرج يمشي او يطفش، وابتدوا يعودوا يعني لسابق عهدهم، وريما رجعت لعادتها القديمه. والاحتواء زي ما انتم عارفين الاحتواء ده ممتد من الموسم قبل الماضي، يعني ليه ثلاث مواسم او موسمين عدوا والاحتواء شغال، ويعني هو كان ممتد قبل كده بس ما كانش بالعهر والفجر اللي موجود حاليا. اسلام الشاطر قال كلام ناري ووجه كلام مباشر لابراهيم نور الدين حكم الزمالك الملاكي، مفيش يعني ملهاش اي وصف تاني، يعني لما تقول قبل ما تقول ابراهيم نور الدين لا قول الحكم الملاكي، حكم الاحتواء، حكم الزمالك ابراهيم نور الدين، لازم تديله الوصف بتاعه اللي يستحقه. يعني هنشوف مع بعض اسلام الشاطر قال ايه على ابراهيم نور الدين، وتعالوا لي تاني عشان في كلام كتير لسه هينقال. بس ما تنساش اخويا حبيبي الاهلاوي تدعمنا بلايك وشير الفيديو، اول مره تشوفني اول مره تخش قناتي تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان ما يفوتكش اي فيديو ينزل على قناه التقريرات الاهلاويه على اليوتيوب. يلا نطلع ونسمع ونشوف اسلام الشاطر وهو بيصفع ابراهيم نور الدين وكل من على شاكلته، ونرجع نكمل مع بعض. يلا بينا. هي الناس بتحب كرة القدم ليه؟ الناس بتحب كرة القدم، الناس في العالم كله بتحب ليه لعبة كرة القدم هي اللعبة الأولى في العالم؟ لأنه دايما هناك بعض القرارات اللي دايما ما تثير الجدل، وهناك بعض القرارات اللي تخليك تبقى واقف متضايق ان ازاي في كرة القدم، والمفروض ان الرياضة اخلاق، من المفترض ان الرياضة اخلاق، وانه الرياضة بتعتمد على مبدأ العدالة، العدالة ما بين كل الرياضيين المتنافسين، العدالة ما بين كل حد بيتنافس دايما بيبقى في حكم، فالحكم ده دايما بيكون هو مصدر العدالة لأي نادي لأي رياضة في العالم كله، فما بالك بكرة القدم. كرة القدم معشوقة الجماهير، كل الجماهير بتحب كرة القدم وبتحب كرة، وبتحب كل واحد بيحب فريقه بطريقته. فدايما لما تبقى في مباراة ما بين سين وصاد لازم بيبقى في طرف ثالث محايد ليس له اي شيء الا تحقيق العدالة في ملعب كرة القدم، ما عندوش اي اسباب اخرى او ما عندوش اي ميول اخرى لاي حد، كل اللي هو عايزه ان هو الطرف الثالث ده لو يبقى دايما لابس اسود حكم، يعني حكم المباراة، مش عايز حاجة من الدنيا غير المفروض، يعني او اللي احنا نفهمه كده ان هو يحقق العدالة ما بين الفرق المتنافسة. طيب لما تلعب دوري عام ما بين 18 فريق، ال 18 فريق بيساعدوك من اول رئيس اي نادي لغاية اصغر عامل في اي نادي بيساعد، او هم دول اللي جوه المنظومة، لكن اهم حاجة في المنظومة دي هي التحكيم. كلنا كأهلوية، خلينا نتكلم كأهلوية، كنا مبسوطين وسعداء بوجود رئيس لجنة حكام زي كلاتنبرج، رجل او قول زي ما انت عايز تقول عليه، اي دي مسمى حضرتك عايز تقوله قوله، ولكن كلاتنبرج احنا كلنا كأهلوية كنا مبسوطين، او معظم الأهلوية كانوا مبسوطين بهذه التجربة. ليه؟ لان الرجل ده ما يعرفش الاحمر، ما يعرفش الابيض، ما يعرفش الاصفر، ما يعرفش الاخضر، ما يعرفش حاجة، ما يعرفش الوان، كل اللي هو عايزه، وهو تعاقد مع اتحاد كرة القدم على شيء واحد فقط وهو تطوير التحكيم في مصر. فكلنا كنا سعداء، وبعض الاوقات كنا بننتقد كلاتنبرج في بعض الامور اللي كان بيعملها ان هو مسافر بره على طول والكلام ده كله، ولكن بيني وبين حضرتك العمليه تمت بنجاح. ايه العمليه اللي تمت بنجاح؟ كلاتنبرج مشي، وبالتالي اصبحت الامور تدار زي ما حضرتك شايف كده، ان في حكم يشوف ركله جزاء وما يحسبهاش حتى لو هيشوفها في الفار. ده وجهه نظري، دي وجهة نظري مش بعيدة عن اي حد. ففي كرة ممكن حكم نقول انها لا ركلة جزاء، لا مش ركلة جزاء، لا ممكن تتحسب، لا ممكن ما تتحسبش، ولكن في ضربات جزاء واضحة وضوح الشمس لا يمكن الكلام عليها، زي اللي حضرتك شايفها الصورة تتكلم. في بعض الحاجات مش هقول لك ايه، الصورة بتتكلم، اهي الصورة بتتكلم. انا اسف يا سمير، معلش انا هطلع بره القصه دي خالص والبتاع. هو ده مين دايس على رجل مين يا جماعه؟ هنا في الكره دي، في الحته دي، الجزء ده كده، مين دايس على رجل مين؟ هي معلش مفيش اضاءه ومفيش مش عارف ايه والكلام ده، لكن هنا هو مين دايس على رجل مين؟
بغض النظر والله العظيم ثلاثة، بغض النظر عن الألوان وبغض النظر عن مين لابس أزرق ومين لابس أبيض، لكن وكابتن إبراهيم شاف الكرة دي إزاي؟ وكابتن إبراهيم إزاي لم يحتسب ركلة الجزاء للي عليه اللي عمل الكرة دي؟ والله أنا هنا لا أتكلم لأي غرض غير تطوير التحكيم. تحكيم إيه اللي يتطور؟ المفروض بقى اللي قاعد قدامي دلوقتي بيتفرج يقول لي تحكيم اللي بيتطور. هو في بعض الصور كده تحس كده ان هي بتتكلم معاك تقول لك ايه، احسبني ضرب الجزاء علشان تكبر قدام الناس او يبان ان في تطوير في التحكيم، لكن الكره دي بتقول لك ايه، انا احسبني ركله الجزاء لان الكره ركله الجزاء واضحه. كابتن ابراهيم ما شافهاش او خد قرار مختلف. انا الحقيقه اتمنى ان انا اوصل لكابتن ابراهيم، والله العظيم انا بس نفسي اعرف لماذا لم يحتسب كابتن ابراهيم نور الدين دي ركله جزاء. وعلى الجانب الاخر، على الجانب الاخر صوره ثانيه هوريها لحضرتك. انا بتكلم بالصور مش بتكلم بالكلام. دي حضرتك تم حسابها ركله جزاء، الكره اللي امام حضرتك دي هي دي دماغه ولا ايده يا جماعه؟ دي دماغه صح؟ ماشي، دي تم احتسابها ركله جزاء بغض النظر ضاعت ولا ما ضاعتش. عشان كده انا بقول لك انا مش فارق معايا لون التيشيرت، انا فارق معايا هو انت ازاي يا كابتن ابراهيم الكره الاولانيه دي لم تحتسبها ركله جزاء لصالح اي من الفريقين والكره دي احتسبتها؟ مش فاهم، حد يفهمني، حد يقول لي يا اسلام انت كلامك كله غلط في غلط، حد يقول لي ان لا فيها شك. هات لي الواحده الاولانيه يا سمير اللي هي الصوره اللي بتتكلم، هنسمي الاولانيه الصوره اللي بتتكلم. الصوره اللي بتتكلم دي بتقول ركله الجزاء واضحه وصريحه، ليه يا كابتن ابراهيم ما احتسبتهاش؟ على الرغم من ان حكم الفار جالك او استدعاك وقال لك يا كابتن ابراهيم تعالى بص على الكوره. اتمنى في يوم من الايام لما اقابل كابتن ابراهيم نور الدين او اكلمه في التليفون او لو اي حد في مصر له علاقه بكابتن ابراهيم نور الدين يكلمه يقول له يا كابتن انا بس عايز اعرف ايه وجهه نظرك يا سمير، هات الكوره دي وخلي الكوره دي، انا ما تجيبنيش انا، خلينا مع الكوره انا وانا والكوره يعني. انا عايز بس حد في مصر يكلم كابتن ابراهيم نور الدين ويساله سؤال ازاي او لماذا لا؟ يمكن يكون عنده رد مقنع لينا اقدر اطلع اقوله لحضراتكم. يا جماعه بعد اذنكم انا بقول على الهوا اهو، حاولوا تكلموا كابتن ابراهيم نور الدين، مجموعه او استاذ محمود سعيد وبقيه المجموعه اللي موجوده كرئيس تحرير ومجموعه الاعداد اللي موجوده من فضل حضراتكم، كلموا كابتن ابراهيم نور الدين واسالوه السؤال اللي انا بساله ده، قولوا له كابتن اسلام بيسالك، ولو ينفع تخش معايا على الهوا تقول لي انا يمكن ما يعني مش واخد بالي من حاجه معينه، طريق حاجه، اي حاجه مش شايف الكوره صح، يمكن مش شايفها صح. نفسي اسال كابتن ابراهيم نور الدين مره 900 اهو، لماذا لم يتم احتساب الكوره دي يا كابتن ابراهيم ركله الجزاء؟ بس مش هقول اكتر من كده. الكوره الثانيه احتسبتها على اي اساس؟ هتقولي كابتن ناصر العباس يعني جماعه استاذ محمود سعيد بعد اذنك كلم كابتن ابراهيم زي ما انا بقول لك كده له الحق الرد بكل اللي انا بقوله ده، ما عنديش مشكله ان هو يخش معايا، وما عنديش مشكله ان هو ان حضرتك تساله تقول له كابتن اسلام على الهوا دلوقتي وبيقول لك هي الكوره دي يمكن يقول لي حاجه انا مش فاهمها او مش شايفها. لغايه لما يحصل كده هدولي كابتن ناصر عباس اساله، يمكن انا ما بفهمش في القانون الحكام او في قانون التحكيم، فنجيب خبير من خبراء التحكيم اللي بيتكلم بحياديه، هو بيشتغل معانا قناه الاهلي طبعا ولكن هو بيتكلم بحياديه دائما، لانه كلنا يهمنا في النهايه ايه، هو الحمد لله والشكر لله النادي الاهلي هو الاول على الدوري حتى هذه اللحظه. النادي الاهلي فاضل له 3 ماتشات لو كسبهم هيبقى بعيد عن اقرب منافسيه بكتير، لكن انا بتكلم في تطوير التحكيم، كيف يمكن ان يتم تطوير التحكيم اذا احتسبت هذه اللعبه ركله جزاء ولم تحتسب اللعبه اللي فاتت ركله جزاء؟ اهي يعني دي يا جماعه رجل الحمراء، رجل اللاعب اللي لابس جزمه حمراء على رجل اللاعب اللي لابس الجزمه السوداء دي ولا الزرقاء ولم يتم احتسابها ركله جزاء. معلش هاتها الثانيه رغم ان هو رجع للفار طبعا، هات لي الثانيه معلش. هنعقب على الجزئيه دي سريعا عشان ابراهيم نور الدين طلع واتكلم وهرب، وفي بعض المحللين اللي بيهروا. بصوا يا جماعه القانون بيقول لك ايه، بيقول لك المدافع اللي بيستخلص الكوره دون ارتكاب مخالفه او لمس الكوره قبل اللاعب لابد من عدم تواجد مخالفه. يعني انا كمثلا كلاعب كوره استطعت ان انا المس الكوره او اروح قبل وارتكبت مخالفه تتحسب المخالفه. ليه بقى؟ لان اصلا قانون الكوره بيقول لك استخلص الكوره دون مخالفه مع الخصم،
وعلى الرغم ان اصلا لاعب الزمالك ما لمسش الكوره، واللي لمس الكوره حسام حسن. حسام حسن لمس الكوره وراح اتخبط في رجل عبد الغني، تمام؟ لكن عبد الغني هو اللي داس على رجل اللاعب فاعاقه، فبالتالي دي ضربه جزاء واضحه وضوح الشمس، ما فيهاش جدال. والقانون ونص القانون واضح، استخلص الكره دون اي مخالفه. يعني ممكن انت تلمس الكره وتضرب واحد بالكوع او تضربه على وشه، يا عم تقول له يا عم انا استخلصت الكوره، اي فاول بعد كده ما يتحسبش؟ لا يا حبيبي، استخلص الكوره دون ارتكاب اي مخالفه. يعني حتى لو كل الزملكاويه اللي بيدعوا ان مين لمس الكوره الاول، ما هو تلمس الكوره لكن ما تعملش مخالفات، لكن هنا ما لمسش كوره وعمل مخالفه. ولو بتدعي ان هو لمس الكوره الاول فهو عمل مخالفه واعاق حسام حسن من الوصول للكوره، فدي ضربه جزاء وكارت اصفر واضحه وضوح الشمس بالقانون وبالرؤية اللي قدام حضراتكم. نيجي للعبة التانية السهلة جدا. اولا اللي حصل ده ايه يا فندم؟ ان اللاعب ده عمل تاكلينج على الارض. عمل تاكلينج يعني ايه؟ يعني خلاص دلوقتي بقى مستوى جسمه كله في الارض، ايديه بتتساوى مع رجليه مع دماغه مع راسه، مفيش خروج او تكبير للجسم بالايد، تمام؟ لانه اصلا كده كده اللاعب على الارض، ده رقم واحد. رقم اتنين، الكرة اصلا ما فيهاش اي تعمد لمس يد. يعني احنا لو هنقول انها لمست ايده، مفيش تعمد للمس الكرة باليد. حتى زيزو زي ما قلت في الفيديو الاولاني خالص كان واقف مندهش مش عارف هو الحكم صفر على ايه، واصلا ما كانش فيه لمسة يد. بس انت لو بتدعي، لو انت بتدعي ان فيه لمسة يد، اصلا اللاعب عامل تاكلينج. لما اللاعب عمل تاكلينج على الكوره، بص يا فندم خلاص كده توازن، مفيش توازن. اللاعب بقى جسمه كله على الارض، بقى واقع، بقى كله في الارض. حتى لو الكره لمست ايده بس دون قصد، يعني هو مش دقها بايده كده، ما تتحسبش ضربه جزاء. والحكم عادها مره واثنين وثلاثه، ولولا حكم الفار شاكك فيها ما كانش قال تعالوا ارجعوا لي، تعالوا ده في مشكله، تعالوا ده في قرار خاطئ من الحكم. اذا ضربه الجزاء الاولى صحيحه 100% لسموحه ورفض احتسابها. حتى لو عبد الغني لمس الكره المفروض ما يعملش اي مخالفه او ارتكاب مخالفه مع الخصم، لان القانون بيقول او اللوائح القوانين بتقول على المدافع استخلاص الكره دون ارتكاب اي مخالفه مع المهاجم، وهنا في مخالفه، اذا في ضربه جزاء وكارت اصفر. اللعبه الثانيه اللاعب هنا اختل توازنه، بقى عمل تاكلينج على الارض، بقى جسمه كله مساوي لبعضه في الارض، حتى لو ذراعه طالع لفوق ده شيء طبيعي وهو بيقع، يعني جسمه خلاص اختل، وانا لازم ايدي لما باجي اقع انا مش هحط ايديا في جنبي، وقلت الكلام ده في الفيديو بتاع امبارح، لكن بكرر الكلام ده النهارده وبقول لك يا فندم ما ينفعش واحد بيتزحلق او واحد بيقع ايديه تبقى في جنبه، فشيء طبيعي. اما اصلا الكره لمسته فالكره ما لمستوش اصلا، والدليل على كده زيزو حتى ما اشرش للحكم ولا رفع ايده ولا اي لاعب من اللعيبه رفعت ايديها وقالت للحكم الحق ده في ضربه جزاء. الناس كلها كانت مستغربه، وحسب ايه؟ واخدين بالكم؟ وكانت النتيجه 0-0. يعني اللي بيقول لك ده الزمالك فاز 3، لا يا حبيبي، في الدقيقه الاولى الزمالك المفروض يتحسب عليه ضربه جزاء ونتيجه الماتش تتغير، ولكن هم كده الاحتواء. فاكرين السنه اللي فاتت برضو لما نادي الزمالك كان بيلعب مع المصري، ونادي المصري كان متقدم 2، كان متقدم 1-0، وكان في يعني الونش عمل تاكلينج وعمل طرد مع اللاعب الافريقي بتاع المصري، والحكم راح معروف راح يشوف البتاع ده وقال له العب، وما رفض انه يطرد اللاعب المصري، وادى فاول وهمي لامام عاشور اتعادل من خلاله زيزو. بعد كده الزمالك فاز 2-1 على المصري، وكان المفروض اصلا الزمالك يلعب شوط كامل بناقص لعيب بعد التاكلينج اللي عمله الونش، والحكم رفض يطرد الونش. كله احتواء يا فندم، وكله بروتوكول عصام هناء، وكله قله ادب. هم كانوا عايزين يعني كلاتنبرج يمشي ليه؟ وكانوا عاملين حمله عليه ليه؟ وعشان كده، علشان اللي حضراتكم شايفينه ده، لو كلاتنبرج موجود ما كانش واحد زي عصام وواحد زي نور الدين ده حكم لنادي الزمالك، وعارف انه خلاص بيفنش الموسم بتاعه او ان ده اخر موسم ليه مش هيلعب تاني، ويروح بقى يشتغل بقى في القنوات الخاصه، يشتغل في التحليل الرياضي وكده اهو. فخلاص يعني هو يعني بيظبط الزمالك عشان في الاخر يبقى الحبر الوافي ليهم. فده شيء مقصود وشيء تعليمات عليا بقى، تعليمات من مرتضى الله اعلم. ولكن زي ما حضراتكم شايفين الحالات التحكيميه احنا شرحناها بالنصوص وبالقانون، وعايز اي حكم يطلع يتحداني في الكلام اللي انا قلته.
الكلام اللي انا بقوله ده كلام بالمنظر وبالعين المجرده وباللوائح وبالقوانين، ولو في حكم بيفهم قانون هيقول الكلام اللي انا بقوله. اظن وضحنا في الفيديو بتاعنا يعني اسلام الشاطر قال كلام كويس جدا جدا، وكان مستغرب وبيضرب كف على كف حال كل الناس اللي شافت اللعبتين، لعبه ضربه جزاء واضحه 100% وكارت اصفر لعبد الغني، ولعبه تانية ما فيهاش اي لمسه يد وكلهم كانوا واقفين مستغربين ومندهشين، اصلا انت صفرت على ايه وليه؟ يعني انتوا عارفين يا جماعه لعيب الزمالك اما الكره اللاعب بيبقى بس ايده في جنبه ولا ايده في ظهره ولا والكره بس تلمس في ايده، كلهم بيهيجوا ويشيطوا ويجروا على الحكم روح اجري شوف الفار. لكن هنا لا شفنا حد اعترض ولا حد مثلا قال له لا ده الكره جت في ايده، كانوا كلهم مندهشين. ماليش دعوه بقى الكره ضاعت او جت جول او الكلام ده، لا انا ليا دعوه بانك انت ظلمتني سموحه في اول دقيقه من المباراه، وكان يستحق اللاعب عبد الغني الكارت الاصفر، وكان ضربه جزاء محققه لو كانت جت كانت غيرت شكل المباراه وسير المباراه الى اخره. ولكن ده حكم موجه ونازل بتعليمات ونازل بتوجه، فنتمنى ان الكره تنضف عندنا شويه، تنضف انضفوا انضفوا وخليكم يعني. بص على الدوري السعودي جنبك شكله ايه، بص على الدوري التونسي، بص على الدوري المغربي، بص على الدول المحترمه اللي بتلعب كوره عندنا، وبص على الدوري الجزائري كلهم ناس محترمه ما عندهمش اللي بيحصل ده. اللي بيحصل ده اسمه فجر وعهر كروي. انتهى الفيديو بتاعنا، ما تنساش اخويا حبيبي الاهلاوي تدعمنا بلايك وشير الفيديو، اول مره تشوفني اول مره تخش قناتي تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان ما يفوتكش اي فيديو بينزل على قناه الاهلاويه على اليوتيوب. بشكركم مره واثنين وثلاثه وعشره، كان معاكم اخوكم هاني الشرقاوي، والسلام عليكم.